بتقى ونجح سوى اليوم سوى غدا بتقى ونجح. لازلنا لم نتلقى الحل، الوعود الكاذبه والمماطلات تصيب الاخ لا ولا اكثر. هذه وقفة عجيبة كتشوف التعاني مع هذا الشيء، الناس لا زالوا ينتظرون كهول، عزازة، مرضى، ولا زالنا هاد الناس ما تسوقوناش. وقفنا عند جيش المدينة ما تسوقوناش، جينا الأرزق أمام الإدارة ما تسوقنا حتى واحد. راه الوطن للجميع، راه قيادة. أنا كما أقول هذه عندي قانون أساسي، البنت اللي كيخول لي الركوب سالات هضرة، ما تبدأ شريف، قانون أساسي. هذه راه جريدة رسمية، هاد الناس ضربوا عرض حائط وداو لي حقي. حنا راه عبيطة غنضرب لا قلة ولا أكثر. هاد المتقاعد اللي كنقول لهم نقول دائما كيوزو ستي كيقول لك الطوبيس غادي ينزل لي الرويد. أنا المتقاعد هاد أرزا عنده في بلادهم كيتعامل معاه هكا، معزز مكرم عنده جميع الامتيازات، وحنا لا ديالنا بقى لا دقه، لا حج لا عمره لا 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 والو. ويطلع المتقاعد مع هاد أرزا ويشخشخوه ويقول لي خلص 35 درهم، وإلا رفض يدوا المخافر الشرطة ويفتحوا معاه، يفتحوا معاه محضر. عنده 70 سنة و 75 سنة، على ماشي عيب على التعليمات ديال صاحب الجلسة الرولية هذيك. راه من حقنا، راه ما فاكيش، راه غيعطونا حقنا، راه غنبقاو لي مع شوكة في الحلق ديالهم حتى يعطونا حقنا. راه حنا ما غنتفاكوش، ما كلفت ثمن حقنا هذا لن نتنازل عنه، هذا مكتسب. وحنا ما عندنا مشكل مع السلطة، حنا عندنا مشكل مع مؤسسة التعاون التي تمثل القطاع، هي اللي دوزت الصفقة الأرزة على طبق من ذهب ودفعات المتقاعد من الوريد للوريد. وبقينا حنا نتردد ما بين أرزة ومجلس المدينة وما لقيناش المخاطب. احنا كما قلت يجب أن يفتح التحقيق على هذه الصفقة كيفاش تمت والظروف اللي تمت فيها، وعلاش يخصيونا حنا كمتقاعد يشد واحد العدد الوكالات ديال المغرب ديال اسفي مراكش اكادير فاس يتمتعون بالركوب الا نحن. لماذا؟ اذا راه الصفقه راه مشبوهه وما ما قريش مع مني غير تسوقون. ها ارزا ما كتبتش عندنا على هاد الاداره ديال ارزا وهاد المرافق وهاد الديبوات، نبتوا من الارض راه بالسواعد ديالي وديال هذا وديال هذا وديال هذا، وراه قضيه اخرى استاذ. راه حنا كنا كيموتوا لنا جوج ثلاثه، رانا نتساقط كاوراق خريف. ملي كيموت المتقاعد كتبقى الزوجه الارمله كتبقى العاتق ديالنا، كي غنديروا ليها؟ لو بغات تدبر على الوريقه التوريقات ديالها باش تاخذ التقاعد خاصها ميزانيه باش تنقل على محسوماش. على هذا المتقاعد اللي قلت لك 60 و70 كيطلع متقاعد غينزل لي الرويد محسوماش. علاش هذا الغل؟ علاش هذا الحقد؟ يدونا حقنا على التعليمات ديال سيدنا هيادي، راه واضحه، راه حقنا لن نتنازل ما كلف الثمن. راه سنناضل صيف وشتا هذا العام والعام الجاي غيبقى خمسة هنا، غنبقاو متثبتين بالحق ديالنا. حنا ما كنطلبوش الصدقة والإعانة، حنا اللي ما عندو كثير عندو القليل، الحمد لله بخير وعلى خير. ما كنطلبوش الصدقة، ولكن مكتشف أنا بغيت ندير عا في جيبي تثبيت الهوية ديالي لا قلة ولا أكثر. أفتخر أنني أنتمي لهذا القطاع وقدمت خدمات جليلة صيف شتا ليل نهار، مناسبة وطنية رياضية دينية على دول الجزائر، على هذا المتقاعد هذا ألزا كيتعامل مع بلاده بحال هكا. لماذا التمييز؟ لماذا التمييز؟ الحمد لله راه في دولة حق القانون، دولة المؤسسات ما كتسيرهاش شير ديما. أربعة ديال جيش المدينة ستة سنين يجي يشيروا الشعر المحلي ويدي لي حقي أنا، هو يحافظ على المكتبات ديالو، على السيارة الفارية وعلى المكتب وعلى الامتيازات، وأنا راكب بخمسة درهم يحيدها ليا مشان المفارقة.